امام السلطه يعني امام شخصي. البصمه من اجدادي رمضان وليد او توقيع بصمه او التوقيع الخطي وقعنا توقعنا التوقيع الخطي او البصمه قد تصديق منا البلديه. ايوه الاسم الضابط والتوقيع العمومي ترك تصديق. اذا مش تعبانين نروحوا للسلطه نوقعوا ان نصدقوا. اذا تعبانين خلاص تكفي من بعد ان شاء الله كي نمشوا حنا القوافل راهي نظن جزء منها البارح في الليل.